السلام عليكم ورحمة الله. يقولون واحد دخل على مجموعة في قاعة، دخلوه مرتبك، وبعدين أخذ الشنطة وحطها، وبعدين طلع ورقة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اليوم سأقدم لكم بعض النصائح والإرشادات. مجموعة من النصائح والإرشادات، يجب عليكم انتبهوا انتبهوا. وخلص، ضف الورقة حطها في جيبه، قال: معلش، أنا عندي ارتباط مع أشخاص أفضل منكم وأحسن منكم وأكفأ منكم، عاند لكم، مع السلامة. طلع برا، طلع سكر الباب، جلس شوي، بعدين رجع: السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين، عساكم بخير. بالله إيش رأيكم في الحركة هذه اللي أنا سويتها؟ واحد منهم قال: أقل ما يقال فيها قبيحة. قال: باختصار، هذا هو تعاملنا مع الصلاة. يدخل الواحد المسجد وعنده ارتباطات كثيرة، بس يصلي صلاة طقطق أي كلام، صلاة ما تدري وش أولها من آخرها، ويطلع عنده ارتباطات برا أهم. انتبه لصلاتك، الله يبارك فيك، والله ليس لك بعد الله إلا هذه الصلوات، هي ذخرك عند الله، هي أمانك، هي سعادتك، هي الباقيات الصالحات. انتبه لصلاتك، انتبه لصلاتك، أول ما تسأل عنه يوم القيامة عن هذه الصلاة. الله المستعان.